في هذا المكان الافتتاحية وقت التصحيح، أود أن أشكر الوزارة والبرنامج الأممي لمحاربة السيدة والجمعية جمعية محاربة السيدة على هذه المبادرة، بحيث أن النداء الباريس الذي حدد الأهداف المتعلقة بمحاربة الوباء في أهداف مرقمة ودقيقة 90 90 90 ربما طلعتم عليها وستطلعون عليها الكلمات، هذا الميناء جعل الدور ديال المدن الدور الأساسي والمركزي، ولكن ليس للمدن فقط، بحيث أن هذا البرنامج لا يمكن أن يلقى النجاح سواء من حيث التوعية ومن حيث المواكبة والمحاربة، لا يمكن أن يلقى النجاح إلا بتعديلات كل الفاعلين الذين يشتغلون في هذا الميدان من مؤسسات عمومية ومن جمعيات المجتمع المدني. وهي مناسبة لأشكر الجمعية على ما تقوم به على المستوى الوطني، وأشكر كذلك وزارة الصحة على المجهودات التي تقوم بها بصفة عامة استجابة تطلعات وانتظارات المواطنين في مجال الصحة عامة وفي مجال محاربة هذا الوباء خاصة، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به برنامج أممي لمحاربة السيدة. ولأعبر لكم باسم مجلس الجماعة عن انخراطنا التام والكامل في هذه المبادرة الهامة التي تدخل في إطار برنامج الصحة العمومية ببلدنا، وسنكون أريد أن أطمئن المشروع ممثلي الوزارة أو ممثلي البرنامج الأممي أو ممثلي الجمعية أن الجماعة ستكون في الموعد من أجل لتنزيل هذا الميناء ومساهمة في حدود اختصاصاتها وإمكانياتها، المساهمة في تحقيق هذه الأهداف. فمن أطلع لكم رسالتي هي هذه، أولا الترحيب والإشادة بالدور والتعبير عن انخراط مجلس جماعة فاس في تحقيق أهداف نداء باريس لمحاربة وباء السيدة. شكرا لكم. Voilà, j'en ai marre de négativité, ils peuvent vivre normalement comme un sujet.
2018, il y a 120 000 tests de dépistage du VIH qui ont pu être réalisés chez les femmes enceintes. Et ça a permis donc d'augmenter le pourcentage, le taux de couverture destinée des femmes enceintes à 62% en 2018. Avant de conclure, je voulais quand même vous montrer cette cascade tester, prévenir et retenir du Maroc pour l'année 2018. Puisque, comme a dit tout à l'heure, quand on l'a mis dans son discours, l'objectif ultime, c'est de finalement réaliser les 3,90 d'ici 2021. C'est-à-dire qu'il faut que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Donc 90%, on les met sous traitement antirétroviral. Et parmi ces personnes-là, 90% devraient négativer leur champ viral. Eh bien, la situation en 2018 est telle que nous sommes à 77% des personnes qui vont avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. 84% qui sont mis sous ARV ou sous traitement antirétroviral. Et 91% ont négativé leur charge virale. Je voulais conclure par cette diapositive pour vous dire justement que nous ouvrons dans le cadre du respect des droits humains et de l'équité genre, comme le témoigne la stratégie nationale sur les droits humains et le VIH pour la période 2018-2021. باش ندوزو 500 ألف ديال النساء الموصول 500 ألف باش نشوفو كاين الآن
اختيارات ديال الوظيفه كاين ديال الموضوع الصعيد العالمي اللي تتلتقي فيها 25% ديال الناس المتعايشين في غزه الصحراء، كاين اكثر من جنوب الصحراء كنشوفوا بان في هذه المنطقه بان الهدوء اللي فيهم اكثر عدد ديال الناس المتعايشين في غزه الصحراء كاين في المنطقه، ولكن كاين المدن الكبرى على الصعيد العالمي كاين في امريكا في اوروبا الشرقيه والغربيه كاين في اسيا الحمد لله ما كاينش المدينة في المنطقة ديال المغرب العربي والشرق الأوسط فهي 200 ديال المدن وهادو المعطيات تبين بأن المدن بالنسبة ديال العدد ديال الوطن ديال الأشخاص المصابين بالدروس ديال السيدة البشرية المدن الكبرى والمناطق تبين بحال دابا في كينغستون بأن أكثر من 60% ديال الناس المتعايشين في دروس ديال السيدة في البلاد كلها كاينين في المغرب في ليبيا وفي ليما هذا واحد سبعة تسعين 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 كيف تكون في الصورة؟
عشان كده الموضوع ده يتسرع استجابة لوباء السودان.